السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على قاعدة اف. محتاج معايا بوتوم وتكست وتشيك. طيب هاجي هنا على البوتوم واقول له لو اف التشيك دي بوكس دوت تشيك، يعني لو متعلم عليه بصح. طيب ساعتها بقى يعمل ايه؟ ساعتها طلع لي مسج بوكس دوت شو بتقول اوكي. وهحط السيمي كولن، تمام. طيب لو انت قلت له run وبعد كده هعمل تشيك بوكس بوتوم هجيب لي الرسالة. لو شلت العلامة وقلت له بوتوم مفيش حاجة تحصل. طيب ممكن نعمل برضو قاعدة اف تانية معاها. هقول له ايه؟ اف تكست بوكس 1 دوت تكست هتساوي مثلا معاذ. لو القاعدة دي طلعت صح ساعتها ابدأ بقى ايه، شوف ال اقول بقى run يبقى لازم معاذ والتشيك بوكس يكونوا معمولين عشان يديني اوكي. طيب لو انا دوست كده مفيش حاجة بتحصل. طيب لو دوست كده مفيش حاجة بتحصل. لو جيت هنا وكتبت معاذ وقلت له بوتوم 1 هتبدأ تجيلي الرسالة. طيب ممكن تكون قاعدة اف نسهلها على نفسنا بدل ما نكتبها مرتين، فهقول له هنا و. وهنا تتكتب ازاي؟ ان انا بعمل العلامة دي مرتين، يبقى كده هو مش هيتقبل الموضوع غير لو الاتنين فعلا اتحققوا. وهشيل العلامة دي كده والعلامة دي كده. وهقول له run كده. انا سألت عن نفسي بقت الجملة اسهل بدل ما في اتنين اف بقى ايه، هي قاعدة اف واحدة وفيها العلامة ديت. طيب لو قلت له تشيك بوكس وجيت كتبت دوست بوتوم مفيش حاجة بتحصل، لازم تكتب هنا معايز، لازم الاتنين يتحققوا عشان يبدأ يديني اوكي. طيب لو عايز تبقى قاعدة اور، يعني واحدة فيهم بس اللي تتعمل، فبدل علامة ال اند اللي هو بيشترط ان الاتنين يكونوا مع بعض هقول له او هتتكتب كده. طيب نعمل، يبقى كده لو شرط واحد فيهم اتحقق خلاص يبدأ يديني الرسالة بتاعتي. طيب بوتوم مفيش حاجة بتحصل، لما اقول له تشيك بوكس هيبدأ يديني الرسالة. لو شلت علامة ديت وكتبت مثلا معاذ هيجيب لي برضو الرسالة.